نظمت دار ثقافة محمد بالخير بالبيض الورشة التكوينية الثانية في مهن التمثيل، الورشة التي أشرف على تأطيرها الفنان والمخرج المسرحي أحمد هشام قاندي، كانت بهدف اكتشاف وصقل المواهب الشابة بالولاية من خلال العمل التطبيقي والتعريف على أساسيات التمثيل من جهة، وتشجيعهم على تطوير قدراتهم الفنية من جهة أخرى. ميكروفون العرج بالرمضان. الورشة التكوينية الثانية لفن التمثيل كانت نظمتها دار ثقافة من قبل في 2018، وهذه الورشة الثانية. كنت قمت بتأطير مجموعة من الشباب، مجموعة من صغار الممثلين، من أجل طبعا محاولة البحث أولا عن المواهب، إعطاء الفرصة لهاد الشباب باش يتكونوا تكوين، يعني اولا في المستوى، ثانيا فيه منهجيه، يعني الشيء اللي لازم في التكوين. كما على بالكم كل ممثل ولا كل هاوي يحتاج ورشات مثل هذه باش تسقل له الموهبه تاعه. الحمد لله اليوم كانت هنايا لا شونس مع الفنان هشام اللي منح لنا هذه الفرصه. حاجه واحده اخرى مهمه ومهمه في المسرح تعلمناها اليوم، يعني لي غريماس، تعابير تاع الوجه تاع الفنان، كنا درنا ديكزيرسيس عليهم. انا المسرح شغل من زمان عندي هوايه فيه، شغل من الهواة تاع المسرح، شغل محبين هذا الفن، هذا المجال. شغل كانت شرف عظيم لي اني نكون هنا في هذه الورشه مع الزملاء تاعي. الحمد لله قدمت لنا اضافه كبيره كاع، اضافه يعني كيما نقولوا حنايا الورشه هذه تقدر واش تحتاج فيها، كانت براتيك اكثر من انها يعني ورقه وستيلو تقرا ولا